السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وعامكم جميل ويومكم جميل في كل مكان في العالم وفي أي مكان في العالم إن شاء الله. النهاردة استكمالا لمحاضرة اللي هو المفاوضات اللي احنا قلناها من أسبوعين تقريبا، بنكمل هذا الطريق في منظومة جديدة بنتكلم عنها. لما نخش احنا اي مجال من مجال مفاوضات السلام لازم يكون عندنا 3 فرق عمل. فرقه بتعمل على المفاوضات نفسها، ودي اتكلمنا عنها الاسبوع من اسبوعين تقريبا، وفرقه بتعمل على المفاوضات اللي بتعملها اثناء او المشروع اللي بتعمله اثناء المفاوضات، وفرقه ثالثه بتعملها ماذا بعد السلام. 3 فرق، واحده بتفاوض، واحده بترسم الطريق أثناء التفاوض لما بعد التفاوض، واحدة بتحقق الطريق بعد التفاوض نفسه. أنا طبعا قبل ما أبدأ بشكر عبد الرحمن نحاس وسحر في إعداد المادة الفنية، وبشكر أحمد الشيخ وسحر في إعداد المادة العلمية. نبدأ الموضوع ليس تعريف، يعني مقدمة. احنا بنتكلم عن السلام مش كده؟ اشتغل ازاي ده؟ اشتغل ازاي ده؟ ما بيشتغلش ده. السلام هو عبارة عن انسجام البشر مع بعضهم البعض. بنتكلم احنا عن السلام وبعد السلام. السلام عبارة عن انسجام البشر مع بعضهم البعض، وبناء علاقات قوية اجتماعية بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن الحقد والصراع والعنف والخوف. ده هو السلام اللي احنا بنتكلم عنه. لأن الحقد والصراع والعنف والخوف سببوا كثير من الآثار الاجتماعية والنفسية السيئة والتي أدت إلى تفكك المجتمع. يبقى نرجع نتكلم، إحنا بنبني السلام علشان نحارب الحقد والصراع والعنف والخوف اللي سببوا في آثار اجتماعية ونفسية سيئة أدت إلى ماذا؟ النتيجة النهائية اللي هو تفكك المجتمعات والرغبة في الانتقام والإيذاء، فبتضيع في هذا الوقت حقوق البشر ويتخلف المجتمع عن التقدم والحضارة وتختفي مع المستقبل. يبقى السلام هو من أجل بناء المجتمع ومن أجل بناء المستقبل ومن أجل بناء الحضارة المجتمعية. وكذلك رسالة السلام بالنسبة لنا هي نشر العاطفة بين البشر كلهم في كل مكان في المنطقة اللي هنتكلم عنها، نشر العاطفة والمحبة علشان إيه؟ علشان برضك نمحو مشاعر العنف والكراهية والنزاعات اللي بتحصل من الشعوب. يعني سنستبدل العنف والكراهية والنزاعات بالعاطفة والحب والتكامل مع بعض. ده السلام اللي احنا عايزين نبنيه، او دي رسالة السلام اللي احنا عايزين نبنيها. السلام مش مجرد ان احنا نقعد مع بعض ونمضي حاجة وبعدين كل واحد يمشي في حاله، لا، هي اللي هو لكي ننشر المحبة والحب والعاطفة وننبذ او نمحي العنف والكراهيه والنزاعات بين الشعوب. دي بالنسبه للسلام. ده الفريق الثالث اللي احنا بنتكلم عنه، هو فريق بيعد مرحله الاستعداد لبناء المجتمع اثناء المفاوضات. يعني في ناس قاعدين بيتفاوضوا وكان في فريق بيساعدهم، في ناس تاني بيتكلم عن بناء المجتمع اثناء المفاوضات. المفاوضات ممكن تاخدها 6 اشهر، سنه او سنتين. في الوقت ده الفريق ده بيعمل التالي ده احنا هنشوفه حاليا معكم. اوعوا تفتكروا ان السلام بيتبني بفريق واحد، بمجموعة واحدة، بفكر واحد، بثقافة واحدة، بسياسة واحدة. 3 فرق عمل بتخش في هذا الاطار. دي الفرقة التانية، كلمة على الفرقة الاولى في محاضرة اللي هو المفاوضات اللي قلناها من اسبوعين. الفريق ده بيعمل ايه؟ بيعرف المقدرة القدرات البشرية الموجودة في المجتمع. انا عندي ايه من البشر، من الكفاءات، من التعليم الى اخره، والقيادات الموجودة عندي. بيعرف ايضا الثقافات المحلية اللي كانت عايشة من الاف السنين واللي تغيرت بعد حدوث النزاعات المسلحة. لما هنتكلم في دارفور دلوقتي وماذا بعد قضية دارفور ما بين اللي هم العرب والافارقة اللي موجودين، اللي حصل فيهم انقسام ما بين القبائل الاصول العربية والقبائل الاصول الافريقية، وكذلك في سوريا بعد المجتمع معاش متشتت داخل سوريا وخارج سوريا في اماكن كتيرة جدا، اصبح كل مجموعة منهم ليها ثقافة مختلفة. قبل ما نفهم الحاجات دي كلها، معرفة الثقافات المحلية الجديدة والافكار المجتمعية والقيم الجديدة، في قيم جديدة اللي طرأت على المجتمع.
كذلك المشاكل القديمة اللي كانت في المجتمع، معرفة المشاكل المجتمعية القديمة والمتراكمة والتي طرأت على المجتمع أثناء الحرب، في حاجات جديدة جت على المجتمع أثناء الحرب، ثقافة وأخلاقيات ولغات مختلفة وألفاظ مختلفة وقيم مختلفة، لابد الفريق الثاني ده يضع برنامجه بناء على هذا. إذن أتكلمنا في المرة اللي فاتت معرفة اللاعبين غير الحكوميين الموجودين، اللي هم مين غير الحكوميين؟ اللي هم الناس مسكين السلاح في الفترة دي الموجودين، والجماعات المسلحة والقيادات اللي في أثناء الصراعات في قيادات جديدة. أما تبصوا كده في بعض ثورات أو أثناء ثورات الربيع العربي طلع شخصيات كثيرة جدا جدا وسقطت شخصيات كثيرة جدا جدا، طلع قيادات جديدة جدا وسقطت قيادات أيضا في هذا المجال. نعرف الحاجات دي كلها عشان نعرف نتعامل مع حركة المجتمع أثناء المفاوضات. المؤثرين الخارجيين كلمنا عنهم من زمان، من القوى الإقليمية والجيران والقوى الدولية، خريطة المقدرات، مصادر الورط، يعني أغلب الشعوب اللي احنا بنتكلم عنها مش عارفين مدى أو كم الثروات اللي موجودة، الثروات الطبيعية اللي موجودة تحت أرجلهم. كان ضربت المثل لما كنت في تشاد قبل كده، هو إن فيها كمية ثروات غير عادية من المعادن والمياه والحيوانات والأراضي الزراعية والأماكن السياحية الشعب نفسه مش عارفها. فكل الشعب لابد انه يعرف المصادر الطبيعية والثروات الطبيعية اللي موجودة عنده، هو بيعمل يخطط لطريقة الطريق لخريطة الطريق في اثناء مفاوضات السلام لما بعد السلام. لابد الحاجات تتقري، ما يبقاش الفريق بتاع اللي بيفاوض ده بيبقى بيفاوض في جهة، والفريق اللي بيعد للمستقبل اللي هو المسيرة ما بعد السلام بي ما بيفكرش في 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 في, في الخريطة اللي بيعملها للمستقبل. المؤثرين الخارجيين كلمنا عنهم، مصادر كلمنا عنها ومصادر الحياة في الوطن، الإمكانيات البشرية اللي عندنا، وهل احنا عندنا مؤسسات دولة تستطيع انها تحمل المرحلة دي ولا ما عندناش؟ عندنا مؤسسات مجتمع مدني قوية ولا ما عندناش؟ كل الحاجات دي لازم الفريق ده ايه يحطها كده كخريطة مجتمعية لمشاكل وحلول المشاكل دي في داخل المجتمع أثناء المفاوضات. هم بيخش في المفاوضات لكن بيهيئ هذه الخريطة لكي تنفذ بعد أن نمضي على اللي هو اتفاقية السلام. النقطة 8 اللي هي وضع خريطة الطريق الاستراتيجية لبناء الأمن والسلام المجتمع. وإحنا الفريق الأول بيفاوض دلوقتي، الفريق الثاني هيبني خريطة الطريق ها اللي هتبتدي تنفذ بعد ما نجي نمضي على السلام. بعد ما في فريق ألف بيفاوض، فريق ب بيستقرئ ويستنبط ماذا سيحدث بعد السلام، اللي هو بنسمي النقطة دي اللي هي مراحل الاستعداد لبناء المجتمع أثناء مفاوضات السلام. اوعوا حذاري انكم تستنوا لما يتمضي اتفاقية السلام بين الخصوم المتخاصمين وتبتدي بقى تفكر هتعملوا ايه. ابدا ابدا، ناس دخلوا في المفاوضات، ناس بيعدوا للمرحله دي ما بعد المفاوضات، وناس هيبتدوا يخططوا كيف يفعلوا هذه الاستقراءات بعد ما تمضي عمليه السلام. يعني معناها احنا بنفكر بثلاث فرق مختلفه، فرقه داخله في السلام عندها فن اداره المفاوضات، وفرقة بتعد لخريطة الطريق الاستراتيجية، وفرقة تالتة هتكون مستعدة مجرد ما السلام هيتمدي ها انها تبتدي تنفذ الخريطة اللي احنا اتكلمنا عنها دي. ثلاث فرق، وكل فرقة فيهم متخصصة في مجالاتها المختلفة. يبقى دي مراحل الاستعداد لبناء المجتمع اثناء مفاوضات السلام. دي بقى خلصنا احنا المتفاوضين، خلاص ماضوا وبدنا نستقرئ اللي احنا عملناه اثناء المفاوضات دول. فدي الفرقه الثالثه اللي هتنفذ الخريطه اللي اتفقنا عليها واللي احنا عرفناها ايام، يعني ما تخرجش بعد. لنفرض النهارده مثلا كان النهارده 3 اكتوبر، احنا مضينا اتفاقيه السلام يوم 3 اكتوبر 2019 خلاص. طب هنعمل ايه بعد كده؟ مش عارفين، مصيبه. أنا أكون عندي يوم 2 أكتوبر، يوم 15 سبتمبر، يوم
30 اغسطس الخطوات اللي انا حبني بها امن والسلم المجتمعي داخل المجتمعات ما بعد السلام. حذاري انكم تنتظروا الى ما بعد اللي هو امضاء اتفاقية السلام وتبدوا تفكروا. اوعوا. حصل لنا احنا مرة من 3 سنين اللي القصة دي عشان تعرفوا العقلية العربية بتفكر ازاي والعقلية الشرقية بتفكر ازاي. كان في مؤتمر اسمه مؤتمر القمة الانساني. انا عرفت عن هذا المؤتمر من احد الزميلات في منظمة الامم المتحدة في سبتمبر في اكتوبر 2013. ففرحت ان احنا نشارك في الاعداد لوضع صورة لمشاركة الجمعيات اللي من الجنوب ومن الشرق. فلما كنت بعدي على بعض الجمعيات في العالم العربي بدون ذكر اسماء البلاد او اسماء الجمعيات كانوا بيقولوا لي ياي ده لسه 3 سنين. ده 3 سنين ده موجود تروا يا وتم. اوعوا تفتكروا ان ال3 سنين دي هتبقى 3 سنين ده هتمر زي كده. وقعدنا نلف ونلف ونلف ونلف. والمصيبة السوداء يا رجالة ويا اخوات ان قبل المؤتمر ب3 اشهر او كان المؤتمر في مايو في ديسمبر كان مفروض كل مجمعية تقدم لنفسها انها عايزة تعمل ورشة عمل داخل المؤتمر خلاص. وكان اليوم اللي هو الكلوزنج ديت او اللي هو انتهاء المدة للتقديم في اخر ديسمبر 2015. الناس قلنا بعد كده في يناير وفبراير 2016 عايزين ورشة عمل. منين؟ كانوا يعتقدوا ان المؤتمر ده بتاعنا احنا. هو مش بتاعنا احنا، ده بتاع الامم المتحدة. الامم المتحدة قلنا لهم عملوا كذا. فالمؤسسة دي صحيت امتى عشان تبقى لها ورشة عمل؟ في يناير وفبراير، عن شهرين بعد الايه انتهاء التقديم. دي حاجة تانية. حاجة اللي انكت من كده بقى، احنا عايزين نحضر. طب نقدم ازاي؟ خلاص اتقفلت الزفة، خلصت. العريس والعروسة خلاص دخلوا وروحوا على بيوتهم. جاي لك في امتى؟ في شهر ابريل، اخر ابريل. لك طب اكتب لنا اسمنا. طب انت كنت فين؟ ما احنا قلنا لك من 3 سنين 2016 اكتوبر نوفمبر ديسمبر بدأنا المسيرة. انت بتقول بعد 3 سنين. فالعقلية دي ما تنفعش لا تدير مفاوضات ولا تعمل خريطة طريق ولا اصلا يكون لها شأن بانها تكون تتربع على قيادة اي مجتمع من المجتمعات. خلاص واضح. دي تجربة عملية كادت تدخلني انا في ازمة صحية لتخلف العقلية التي تدير المؤسسات المجتمعية في الجنوب وفي الشرق. معايا يا رجالة؟ معايا يا بنات؟ ما بعد السلام بقى، دي بعض النقاط اللي احنا ممكن ناخدها ونحط عليها او نزيد عليها نضيف عليها او نغيرها. احنا خلاص مضينا السلام الحمد لله. دي بقى اللي احنا كنا اعدناه بمشاريع لكي ننفذها مباشرة بعد امضاء اتفاقية السلام. اول حاجة فيها نستثمر في ايه؟ بناء المحليات. المحليات دي تعتبر هي الجذور المجتمعية لتستطيع ان تحافظ على ترابط المجتمع، ترابط المجتمع وترابط الدولة وترابط كل المجتمعات اللي احنا عندنا وترابط الوطن. محليات. حذاري ان اغلب الفساد في الدول بيأتي من المحليات، والانجازات بتأتي من المحليات. قصدك اللي هي البلديات يعني. الاستثمار في بناء المحليات ومؤسسات الدولة. كيف سندير دولة بعد السلام دون ان تكون لها مؤسسات قوية وراسخة ومستقلة عن الحكومة؟ مستقلة عن ايه؟ عن الحكومة. مؤسسة الدولة لابد تكون تعمل باستقلالية تماما عن رئيس الجمهورية التنفيذي وعن رئيس الوزراء التنفيذي وعن كل وزير من الوزراء. وهم ليسوا تبع لحكومة لكن هم تبع لوطن او دولة. خلاص. نمرة 2 نستثمر في ايه؟ في القدرات. اسوأ شيء عند المؤسسات بتاعت الجنوب والشرق دول بدون ما نسمي دولة او ثقافة انهم لا يستثمروا في بناء قدرات الكفاءات البشرية. اخر شيء يعمله ده بده يكون اول شيء يكون في تحقيق انجاح بناء واستقرار مسيرة السلام، ان انا استثمر في البشر. اكبر عائد استثماري في اي وطن هو الاستثمار البشري. وبالك الاستثمار في بناء قدرات وكفاءات البشرية، الاهتمام ببناء القطاع المدني. كل المؤسسات، كل الدول اللي من الجنوب والشرق اغلبها، بس عشان ما حدش يزعل،
ما فيش مساحة كبيرة للقطاع المدني، ما فيش مساحة حرية واسعة لمؤسسات المجتمع المدني، لأن كثير من الدول الأوتوقراطية التي تحكمها حكومات غير ديمقراطية تحارب مؤسسات المجتمع المدني لأنها تطالب بالحرية وتطالب بالاستقلالية لكل مؤسسة من المؤسسات. فلذلك لابد نبني هذا القطاع المدني وهذه الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني اللي بنتكلم عنها. بناء مبدا الشراكات والتحالفات والكيانات المجتمعيه، ما فيش جمعيه ولا فصيل وانا اقولها في كل مكان بروح فيه، لا هناك حزب ولا جمعيه ولا فصيل ولا عرقيه ولا مذهب ولا جماعه تستطيع ان تقول انا الوطن، او تستطيع ان تقول انا المجتمع، او تستطيع ان تقول زي ما كلثوم تقول انا الشعب وانا الشعب. لا، مش انت الشعب، الشعب بيتكون من كل مكون، حتى المكونات الحيوانية، حتى المكونات البيئية، حتى المكونات الطبيعية، حتى كل هذه المكونات هي الشعب اللي هو البشري والشعب الغير البشري. خلاص؟ واضح؟ واضح. يبقى الشراكات والتحالفات مهمة جدا بين كل هؤلاء. لن يستطيع حزب أو مذهب أو حكومة أن تصنعها وحدها، أو جماعة معينة أن تصنعها وحدها. خلاص؟ الحريات، تعزيز الحريات، الحريات الايه؟ للصحافة وللإعلام وللدراما وكل هذه الأشياء، ازاي هيعبروا عن 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 متطلبات الشعب من خلال المنابر التي تصل لكل فرد من أبناء الشعب. كمان الحريات، الاهتمام بالمشاريع المجتمعية، عايزين نعمل مشاريع مجتمعية بسيطة تستطيع أن تكفل العمل لكل إنسان علشان نخرج من دورة المفرغة للبطالة. حاجات بسيطة، ونشجع صغار رؤوس الأموال من العائلات على أنهم هم اللي هيعملوا مشروعهم. إن شاء الله يكون مشروعهم بكلف 100 دولار 200 دولار 500 دولار إلى آخره، عشان كل أسرة من هذه الأسرة تستطيع أنها تكون منتجة وتكون داخلة كترس من تروس عجلات الإنتاج داخل المجتمع. الاهتمام بالاسواق الشعبيه، طبعا انتوا قلناها في اشياء كتير جدا جدا جدا، تكون دي الموئل او دي المناخ او دي القاعده اللي هيقفوا عليها كل ابناء الشعب اللي ما عندهمش رؤوس اموال كبيره، ونحن عايزين نشركهم في كسب العيش الشريف وفي نفس الوقت ابناء الاقتصاد الشعبي من قاعده الى القمه. نقل السلع، انا كنت في العراق يمكن في التسعينات كان ممنوع نقل السلع الخرفان من بغداد للبصره لهيت لراوه الحديثه للموصل لكركوك، ممنوع ممنوع نقل المنتج الزراعي ده، ممنوع في بعض الدول الى الان ممنوع. تبقى في محافظه غنيه في محافظه فقيره جدا، والحكومه اللي انا عايزها الحكومه الغاشمه لأنها عايزة تتحكم في مقدرات هذه الشعوب ترفض نقل هذه البضائع اللي هي من إنتاج الوطن، اللي هي من حق كل مواطن أنه يتمتع بها. ما يبقاش مثلا كيلو سمك في مدينة زي أسوان بألف وفي القاهرة بعشرة ألف، لأن هناك في بحيرة ناصر وهناك في كذا وكذا وكذا، وعبقى ما بتوصلش مثل هذه الأسماك إلى القاهرة أو الإسكندرية. تشجيع التعليم الحرفي والمهني، ده لازم نشجعه. النساء في البيوت، الشباب بالمبادرات بتاعتهم، الرجال المحللين على التقاعد عندهم فكرة، عندهم كل هذه الأشياء بتحرك المجتمع من قاعدته إلى قمته. ولو تحرك أبناء المجتمع وشعروا بالحرية وشعروا بالقدرة على الإنتاج ولو كان بسيطا، سنبني الاقتصاد من القمة من القاعدة إلى القمة، لا نعتمد فقط على الفسدة من رجال أعمالهم عايزين يتحكموا في مفاصل وروابط الدولة سواء كان من تحت من جدرها أو من فوق من قمامها، لكي يغتنوا أو يزداد غناهم عن فحشا. وده اللي حصل في كتير جدا من دول الجنوب والشرق، مش هقول العربية ولا كذا ولا كذا، ده اللي حاصل. مجموعة من رجال الأعمال الفسدة اللي هم بيناموا على سير كل حكومة فاسدة لكي يسرقوا مقدراتها ويتقاسموها مع الحكومة الفاسدة.
الاهتمام بالزراعه، لان الزراعه ممكن كلنا نشتغل في الزراعه سهله، مش محتاجه تعليم عالي، التربيه الحيوانيه سهله، واخد بالك؟ والزراعات والصناعات الحيوانيه والزراعيه، الحاجات دي كلها لان دي بتحقق فرص عمل لبسطاء من ابناء الوطن، للبسطاء من ابناء الوطن، واضح؟ تفعيل، وده مهم جدا، الشباب يعتبروا 50% من اي مجتمع دلوقتي، خاصه في دول الجنوب ودول الشرق. تفعيل وتمكين الشباب من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني او مشاركه الشباب في الهياكل الاداريه والتنفيذيه لمؤسسات الدوله. نشجع الشباب ان يجوا معانا، يكون عندهم القدره على اتخاذ القرار. مش نحطهم كتبه، مش نحطهم بس نديهم مرتبات عشان نسكنهم وما بيعملوش حاجه، لا، لازم يكون التفعيل هو تمكين، والبناء يبنى على تفعيل وتمكين الشباب من الشباب والشابات يعني في المجتمعات. الاستثمار في التعليم الحكومي التقليدي، وفي حاجه اسمها التعليم المجتمعي، انا اتكلمت عنه في محاضره ثانيه، التعليم المجتمعي انه يرجع على المجتمع يبدع في وضع اطر جديده للتعليم للاطفال والرجال والنساء اللي خرجوا، ده بنسميه محور الاميه، لكن بقول لك ايه، في تعليم يكون موازي للتعليم الحرفي والتعليم التقليدي والتعليم اللي هو الايه السكيلز ايدوكيشن، انه عندهم ناس عندهم ايه قدرات غير عاديه. التعليم المجتمعي اللي هو تعليم خارج فصول الدراسيه التقليديه الحكوميه. اعاده تاهيل ودمج المجموعات السهل السلاح دي هتروح فين؟ خلاص احنا عندنا في دارفور مثلا كان في مجموعات، عندنا في سوريا كان في مجموعات، عندنا كذا كذا كذا، هيروحوا فين؟ طول ما هم ماسكين سلاح طول ما مش هيكون في سلام، فلابد ان احنا نؤمنهم ونؤهلهم ونعيد دمجهم في المجتمع مرة أخرى كمواطنين مدنيين. منهم من يريد أن يكون في الجيش مثلا أو في الأمن، ممكن ندربه على أن يكون يصبح عسكري في القوات المسلحة أو في البوليس إلى آخره، ومنهم من يريد أن يرجع بقى ليشتغل مثلا تاجر، يشتغل مدرس أو إلى آخره إلى آخره إلى آخره. والأخيرة تعزيز التماسك المجتمع وتنظيم السياسات والإجراءات لازم تتحط. في بعض الناس منكم بيحاولوا يقولوا طب وفين الدستور؟ نجيبه، ما فيش مشكلة، ما فيش حد هيعترف عن الدستور، تشريعات نجيبها ما فيش مشكلة فيها، لكن احنا بنتكلم على الأشياء اللي هي لما نمشي فيها يكون عندنا خريطة طريق. يبقى التلات، نرجع نلخص المحاضرة دي أو الكلمة اللي قلتها النهاردة دي والكلمة الأخرى اللي قلتها من أسبوعين، إن هو في تلات فرق عمل بيعملوا، واحد للمفاوضات، واحد لعمل خريطة الطريق أثناء المفاوضات، واحد لتنفيذ خريطة الطريق ما بعد المفاوضات. خلاص، المحصلة والختامة بتاعتنا ان ضرورة تفعيل السلام على جميع المستويات تعززه باعتباره احد اهداف التنمية المستدامة، تتكلم عن الامم المتحدة رقم 17 هدف، وفرصة حاسمة لماذا؟ للنهوض، للنهوض، السلام فرصة للنهوض من خلال بناء ضمان، بقى شوف ضمان ايه، ضمان الحريات الاساسية وضمان المساءلة. ما فيش رئيس جمهورية اكبر من المساءلة، ما فيش وزير لا يسأل، ما فيش ملك لا يسأل، ما فيش مدير لا يسأل، ما فيش وزير لا يسأل، ما فيش رئيس جامعة لا يسأل، ما فيش أستاذ لا يسأل. يبقى الحريات وضمان المساءلة لكل موظف خدمي في قطاع الوطن، الملك موظف خدمي، الأمير موظف خدمي، رئيس الجمهورية موظف خدمي، الوزير موظف خدمي، الكل وزير وكل هؤلاء موظفين خدم عند المواطنين، والمساءلة والمشاركة في عمليات صنع القرار. والسلام ليس فقط غياب العنف، يعني مثلا خلاص ده خلاص ما فيش عنف، لا، السلام هو استقرار، السلام بعد ده، بعد السلام هو فقط ليس غياب العنف او الحرب، بل يشمل احترام حقوق الانسان والتعاون والانصاف والمساواة وتعزيز التنمية المستدامة والامن البشري. يبقى احنا بنتكلم عن السير في مسيرة السلام، قلنا في ثلاث فرق بتعمل، فرقة للمفاوضات، وفرقة للاستعداد اثناء المفاوضات بعمل خريطة الطريق، وفرقة لتنفيذ طريقة خريطة الطريق ما بعد السلام. جزاكم الله خير، وان شاء الله نلتقي الساعة يعني الساعة 1:55 بطريق لندن، يعني بعد ربع ساعة، يعني حوالي الساعة 1:15 بتوقيت
بريطانيا او 3:15 بتوقيت مكه. I will meet again in 15 minutes time 1:15 London time or 3:15 مكه time. See you there inshallah in English, the same talk in English. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.